مساء الخير والسعادة والهنا على كل مشاهدينا من كل مكان. بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا اتنين ستات. هنكون معاكم كل يوم حد ولمدة ساعة على الهواء. أنا سمر كارم وولاء توفيق. مساء الفل يا ولاء. مساء الخير يا سمر، ومساء الخير على أحلى مشاهدين. النهاردة حلقة جديدة وموضوع جديد بقى، بس كله يجمع كده ستات ورجالة، لأن الموضوع ده بقى يضايق الستات ويضايق كمان الرجالة. طبعا انتوا هتستغربوا ايه الموضوع اللي احنا الستات بقينا نضايق فيه الرجالة. بقى بيحصل شوية كده معاكسات من الستات للرجالة ومن الرجالة للستات، فاحنا عايزين نناقش معاكم الموضوع ده ونعرف ايه اللي بيضايقكم كست، من الألفاظ، من التحرشات اللي بتحصل لفظي أو جسدي، وبرده ازاي الست برده بقت دلوقتي عندها الجرأة انها تعاكس الراجل. هو موضوع شوية جريء ويا حلو. انت قولي انت ما عكسك بقى. الموضوع ده بصي يا ولاء، هو المشكلة انه اغلب الرجاله متخيلين ان المعاكسات بتبسط الست. يعني دايما بيقولك ما هي نازله من البيت اكيد هي بتلبس كويس علشان تتعاكس، او ما اكيد هي بتحط مكياج علشان تتعاكس، او اكيد لما بقول لها كلمه حلوه بتبسطها. يعني هما هو ده الكونسيبت اللي عندهم، ده اللي هما متخيلينه. بس طبعا مش عارفين انه ده يا جماعه، لا هو مش بيبسط الست، بالعكس هي بتحس ان هو تعدي على حريتها وهي ماشيه في الشارع. يعني هي لو بتلبس لنفسها، لو بتحط ميك اب بتحط ميك اب لنفسها، ليها هي، عايز شكلها حلو ليها هي، لثقتها في نفسها، مش عشان انت تيجي تقول لها برافو عليكي انت زي القمر. لا، ده بيربكها، ده بيربكنا طبعا احنا كستات جدا على فكره، حتى لو هي كلمه حلوه. يعني فعلا زي ما سمر بتقول كده، احنا دلوقتي لابسين ورايحين شغلنا، او انتوا عارفين طبعا احنا كست كائن جميل، فلازم ان احنا بنتأنق، احنا رايحين شغلنا الصبح لازم نبقى في ابهى حله لينا. فمش شرط ان انا علشان انا لابسه كويس وشكلي مثلا شيك يبقى انت اصلا تتطاول عليا بالكلام وتعاكس. وغير كده انا بشوف دلوقتي ان حتى لو واحده مش لابسه شيك، ده ممكن ان هم بيعاكسوا، ده لو طفله صغيره بيعاكسوها، هم ما بيفرقوش. مش بيفرق. بصي، الاول كان الموضوع ان انت شكلك حلو ولا لا، ان انت نازله من البيت عامله مكياج. يعني كان دايما عايزه مثلا تتعاكسي. اهالينا كانوا دايما يقولوا لنا ايه، لا ما تقلوش الميك اب، لا خدوا بالكم من لبسكم، لا اعملوا كذا. دلوقتي الموضوع لا، هو ما بقاش بيفرق انت نازله شكلك عامل ازاي، بيعكسوا الطفله مجرد دلوقتي. ان انت انثى فهتتعكسي. قطه. قطه. انا عاكس قطه. اي قطه هتتعاكس. يعني وكمان ما بقوش يفرقوا، حتى المحتشمه بتتعاكس، وحتى اللي هي لابسه عادي بتتعاكس. ما انا عايزه افهم ايه الفكره، او ايه اللي اداك الحريه ان انت تخدش حياء واحده، او ان انت تتعدى على حريتها. المنتقبه يا ولاء بتتعاكس. المنتقبه مجرد ان هم عارفين ان في تحت النقاب واحده ست. يعني ما انا قلت لك قطه. فده يخليهم يعكسوها. هو ما بقاش فارق الموضوع لبس او مش لبس. وكمان يعني خلونا برضو مدام وصلنا للنقطه دي نتطرق ليها. فعلا مش من حقك تعاكسها ايا كان شكل لبسها، مش مبرر للمعاكسه او للتحرش. وبالمناسبه حتى معاكستك اللطيفه او اللي انت بتقول عليها لطيفه هي مبادئ تحرش. على فكره يعني فعلا بعض الشباب بيقول انا بعكسها علشان ارفع من معنوياتها، وده فعلا الكومنت اللي جات لنا. احنا عملنا سؤال كده، كنا بنعرف جمهورنا ايه، يعني انت بتعكس ليه، فلقينا شويه ردود كده بيقول انا بعكسها علشان ارفع من معنوياتها. صدقه، يعني اللي هو يعني بيرفع معنوياتها. عمل خيري يا جماعه، عمل خيري. لا انت يعني ما تبقوش خيرين قوي كده يا جماعه، لا يعني انا هو خفوا بيتعدى شويه على في اعمال حريتي. الخير. وبعدين انا عايزه اقول حاجه، الرجاله المتجوزين خليك خير في بيتك، ما دام انت بتعرف تتكلم كده، وما دام بتعرف تقول كلام حلو قوله جوه قبل ما تقوله بره. يعني تعالوا بقى كمان دلوقتي نتكلم مع بعض كده عن المعاكسات المودرن. طبعا نجاري العصر كده، الفيسبوك ده مشكلة رهيبة كارثة. جدا. كارثة. انت مش علشان انت عندي على الفيس يبقى ليك الحق ان انت تقول لي او تكتب لي كومنت تبين فيه لقدام الناس ان احنا نعرف بعض. احنا كلنا اصدقاء، هو معمول للتعارف، بيبقى فيه انفتاح شوية، لازم نبقى متمدنين وعارفين ازاي بنستعمل الفيس ده، ليه حرية معينة. ده حاجة من الحاجات ان هو بيكتب كومنت بيستظرف بيه بقى شوية، ويحسس ان بقية الناس ان انا عارفها. ويا سلام بقى كمان لو دخل على الخاص ويبتدي بقى يقول الفاظ وغزل.
غزل عفيف وغير عفيف، شعر ويقول فيكي شعر ومش عارف ايه، وهم متخيلين ده كله عادي. هو انت عامله فيسبوك او انت يعني انت متاحه، ومجرد وجودك في المجتمع كست، انت نازله الشغل فانت متاحه، انت رايحه النادي فانت متاحه، انت نازله تعملي شوبينج فانت متاحه، مجرد ان انت واحده ست في المجتمع ده فده معناه ان انت متاحه. تاني بنقول انه المعاكسه هي التحرش، مش شرط ان انت تقول كلمه خدشه للحياه علشان ده يبقى تحرش، مجرد ان انت بتكلم حد وهو مش سامح لك ومش مديك المساحه ان انت تتكلم معاه ده تحرش. بمناسبه يعني اللي انت بتقوليه ده بقى، طب احنا دلوقتي الفيس نقدر نتحكم ونعمل بلوك، ابسط حاجه اللي هو انا بلوكه اسمي نفسي انا بلوكه. طيب لكن بقى لو جينا في الشارع انا هتحكم فيكي ازاي وهي ماشيه؟ انت ساعات بيقولوا الفاظ يعني بتاخدش الحياة لدرجة ان لو في طفلة صغيرة هي مش فاهمة معنى اللفظ ده بجد حرام، بتبتدي تخزنه في دماغها وتروح تسأل مامتها انت خدشت حياتها، علمتها ايه اصلا؟ وانا عايزة افهم برضو هي الطفلة دي فيها ايه عشان يخليك ان انت تبص لها. انا بستغرب جدا، ويعني مشروع ست يعني صح. هي الفكرة كلها ان هي مشروع ست، وده مرض نفسي يعني، ده لو هنتكلم عنه بقى بالعقل، ولو هنتكلم عنه يعني كناس اسوياء فده مرض نفسي، اللي يخليك تبص لطفله ده مرض نفسي، وبيحصل من رجاله كبار. مع الاطفال بحس ان هم بيستخدموا اقذر الالفاظ، ما هي الطفله مع مش هتعرف ترد. ما هو يعني بقى هي دي بيستغل الفكره، الموضوع مش هتعرف ده. ترد، مش هتعرف تاخد حقها. وعلى فكره ساعات بيعملوا كده كمان مع ست، يعني لو ست كبيره او حاجه يعني لا الست شابه. الكبيره ممكن يا جميل انت يا حلو انت يا لا، وكمان ممكن يستخدموا معاها ولا برضو نفس الاسلوب، ويقول لك هتتكسف ترد، هتخاف تلفت النظر. الست الكبيره قصدك اللي هو قد امهاتنا؟ لا لا، واللي هو الستات في سن الشباب عادي ممكن يقول لك هتتكسف ترد، هم علمونا او لو هم كذا حد كذا واحد هم كتير. ما بصي فعلا بيقول لك دلوقتي انت لو رديتي على حد بيعكسك انت كده بتفتحي معاه مجال للكلام. انا بقول لا، لو مش تردي بس اللي هو فعلا ده يستاهل التهذيب. طبعا بجد، لان هو يعني لا هو تعدى على حدودي وانا ماشيه. لا في بجاحه، في بجاحه دلوقتي يعني هو بيبقى بيعاكس، ولو رديتي عليه هيقف يتخانق. ده بيعكسه بشتايم. انا عايزه افهم يعني ايه راجل انت بتبدي اعجابك ولا بتشتم، وبيشتم الفاظ بذيئه جدا. انا مش عارفه هل ده بيثبت لك رجولتك؟ لا دي امراض نفسيه. لا ده والله يا جماعه بيبقى بيندرج تحت بند المرض النفسي، فكره ان هو مش هيعرف يوصلك فهشتمك، انا هجرحك باي ده طريقه. ساعات هو بيبقى قاصد ان هو يشتم علشان يعني كده انا راجل، انا كده بعمل حاجه يعني اقول لك ايه، بلفت نظرك بيها. بس احنا عايزين نقول حاجه يا جماعه، انه ما تسيبوش حقكم، يعني الاعتداء اللفظي او التحرش، التحرش مش لازم يكون بشكل معاكسه. بالمناسبه التحرش يعني انت لو حد شتمك هو يعتبر ده تحرش لفظي او اعتداء لفظي، فما تسيبوش حقكم لان ده يولي ليه عقوبه. ده في نظره كمان يا جماعه، النظره دي ساعات واحد يبقى ماشي كده بيبص لك بطريقه حيوانيه معنى اصح. وبمناسبه العقوبه فعلا بقى في دلوقتي عقوبات يا جماعه، يعني انا بجد نفسي انها تتطبق ويعلنوا عنها ويحطوا عليها سبوت شويه او اضاءه كده، يعني نحاول ان احنا نبين ان احنا عاقبنا مش نعاقب ونسكت. لان دلوقتي بقى في عقوبات بتتراوح ما بين 6 شهور، وفي غرامات من 500 ل 1000، فيا ريت انها تبقى شديده شويه عن 6 شهور كمان. بالظبط، بس هي تبدا تتطبق امتى؟ تبدا تتطبق لما الناس يبداوا يطالبوا بحقوقهم. يعني هو احنا عندنا شويه بطء في تفعيل القوانين، بس يمكن ده لان الناس مش ايجابيين في الموضوع ده. يعني تقولك مثلا خلاص اهي معاكسه وعدت، بس المعاكسه اللي عدت دي بتجيب وراها معاكسات تاني ليها ولغيرها. اللافت للنظر بقى ايه؟ واللي بقت موضه جديده ويعني جايه في موجه المساواه، ان البنات بقى زي ما انت قلتي في اول الحلقه موضوع ما بيسيبوش حقهم. هنعكسك على فكره، في بنات بياخدوها فعلا ان هم بياخدوا حقهم يا جماعه، بس انا شايفه برضو مش نفس التاثير على الراجل، مش نفس التاثير على فكره. خلي بالك ان هو ممكن يفرح قوي ويحس ان هو يا سلام مرغوب فيه، فخلي بالك الموضوع ده مش لطيف. يعني انا شايفه كمان ان بقت في بنات الموضوع بقى عادي بالنسبه لها انها تعاكس، وانها
مش بقى دلوقتي ان انا باخد حقي، لا انا بعاكس، مجرد ان انا الفت نظره ليا علشان هو عجبني فانا عايزه اكلمه. وده انا مش عارفه الموضوع ده بقى عادي وبقوا يعملوه عادي جدا، يعني ممكن الاول كان بيبقى مستخبي، دلوقتي لا عادي تبقي ماشيه انت وهي جايه في وشك بتشوفيها، ممكن تعاكس جوزك، تعاكس خطيبك. عادي عادي ده، وبالذات المتجوز. بس هقول لك ايه، بصي هو الموضوع بقى شبه ايه، انه اشمعنى انت بتعبر عن نفسك ان انا عاجباك مثلا، فبتقول طب خلاص انا كمان هقول بعد كده. طيب احنا معانا مداخله من ام مليكه. ام مليكه ازيك؟ سامعانا؟ الو. ايوه سامعين. ام مليكه اهلا وسهلا. عامله ايه، متابعانا من الاول؟ طب ايه رايك في موضوع المعاكسات بقى، احكي لنا كده تجربتك مع المعاكسات. والله هو انا بصي ما حصلش معايا تجربه بصراحه، ان انا يعني بصراحه هو مش رايي ان البنت اللي مش لابسه محترم دي لازم تتعاكس، بس انا عشان بلبس نقاب ولبس واسع وطويل فما بتعاكسش بصراحه يعني. بس برضو يعني بصراحه قله ادب من الرجاله، ويعني مش عارفه اقول لك ايه، بس اللي هو ما ينفعش حاجه ما يصحش. انا عندي اقتراح كده، المتحرش ده لازم يمسكوه ويعلموه كده، يعني يعملوا له حاجه في وشه عشان بعد كده يبقى معقول. المتحرش اهو ده، انت بتجيبي حلول جذريه يعني. لا بس الحل ده صعب قوي. يعني فاهمه؟ لا طب لازم يعلموه علامه كده معينه في وشه عشان بعد كده كل الناس يبقى كده منبوذ وسط الناس. منبوذ منبوذ. طب انت في رايك ايه اسباب التحرش او المعاكسات، يعني انت شايفه ايه السبب؟ والله السبب قله ايمان الشباب، خلاص بعد عن ربنا، والبنات والولاد لو قربوا ربنا شويه اكيد هيحترموا نفسهم اكتر من كده، البنات والولاد الاثنين. المسؤوليه على الاثنين بصراحه انا شايفه كده. طب بصي انا عايزه اعرف، اوكي انا عايزه اعرف منك، انت بتقولي انت عشان منقبه فما بتتعرضيش للمعاكسه، طب ازاي؟ انا بشوف خالص، مع اني بشوف ان هم برضو ما بيسيبوش المنقبه تماما. لا انا مش منقبه، اللي هو النقاب عبايه ضيقه قوي وفوق بس مخبيه وشي زي في بعض البنات بتعمل كده، لا انا بلبس اللي هو اللبس واسع قوي وصراحتي طويله قوي، واللي هو يخاف اصلا يعاكسني. يعني انت شايفه ان اللبس ده عامل اساسي على ان هو خلاه يعاكس البنت؟ والله بصي ما هو زي الشيخ عمر عبد الكافي حكى قبل كده، قال لك ان لما هو راجل كده يطلع مراته مش لابسه محترم، فانت ما تجبرش الرجاله ما تبصلهاش، لو في بيتك بس بص لها، انت لو بره خلي بقى الكل يبص. لا بس هو كده انت بنت محترم. طب اوكي بس ثانيه واحده، هو ملوش الحق ان هو يعاكسها اصلا، معلش. هو لو من حته الدين، هو ثانيه، لا معلش بعد اذنك، هو لو هنتكلم في الدين، طيب طالما انت متدين وراجل متدين يبقى غض بصرك، بلاش تعكسها. مش انت الدين قال كده، يبقى انا ساعتها استبيح الست اللي ماشيه دي واقول فين بقى، لا لازم الدين يتطبق صح، انا اغض بصري وماليش دعوه بيها، وحتى ما تعديش على حدودها، مش عشان هي طالعه كده فانا الشيخ قال كده فانا بقى خلاص دي مباحه، ما ينفعش. مظبوط. والله لا بصي هو انا برضو من وجهه نظري ان لازم يكون في رقابه شويه عن اللبس، والبنت برضو تطلع من بيتها لازم برضو يعني تداري اللي المفروض يتدارى، يعني حتى بس يعني عارفه انت تخبي المفروض ما يبانش للناس، يكون في حياء حتى شويه في اللبس. يعني انت قصدك يا ام مليكه ان احنا نلتزم، عفوا، ان احنا نلتزم بمعايير المجتمع بتاعنا، معايير مجتمعنا احنا كشرقيين. بالظبط كده بالظبط كده. انا ما بحكمش على كل واحد تلبس نقاب او صح، عشان الموضه اليومين دول ان عادي ما تلبسش طرحه ماشي، بس البنت محترم، البنت اللي هو خلي عندك حياء بس، يعني لو البنت خدت عندها شويه حياء هتطلع بلبس شويه محترم يعني. مظبوط. ايوه صح. وفي برضه طبعا مسؤوليه عن الراجل ان هو غض بصرك، لا ما تبصش، لا ماشي، بس برضه انت ما كمان اللي هو ما تضغطيش عليه بقى يعني، فاهمه؟ لا بس برضه بصي احنا وانتي في نقاش مع بعض، بس انا مش بتضغط عليه، بس هو ده مش حقه. احنا يا ام مليك عايزين نحاول احنا نحد، احنا مش هنساعده ونقول له ده حقك، هي لابسه كده ولا زي ما بيقولوا بقى متبرجه والكلام ده، فانت يبقى ده حقك ان انت تستبيحها تماما وهي حره. اوكي احنا بنقول طبعا ان لازم يبقى في احتشام، بس برضو حتى لو هي مش محتشمه ده مش من حقك اصلا ان انت تبص عليها،
او ان انت تستبيحها او ان انت تتحرش بيها بلفظ او ان انت تمد ايدك، لان الموضوع بقى بصي مش عايزين نتطرق للموضوع من حته تانية. انا ضد مد الايد ولا لا لا مش قصدي كده خالص، لا أيوة. التحرش ده لا احنا انت قصدك انه هي تقصد انه احنا نحاول ان احنا نتماشى او نجاري شويه معايير مجتمعنا الشرقي يمكن لحد بس ما نلاقي اي حل للمشكله. بنشكرك جدا ام مليكه. هو الموضوع يا ولاء لحد ما نلاقي حلول للمشكله ولحد ما القوانين بتاعتنا تتفعل بشكل صحيح نحاول شويه ان احنا نتجنب ده، نتجنب فكره اللبس اللي ممكن يكون يعني اوفر زياده عن اللزوم لحد بس ما نلاقي حل للموضوع ده. يعني طيب نرجع تاني بقى لمعاكسه البنات، علشان انا المعاكسه من البنات دي بقت تستفزني قوي. يعني انا بلاقي البنت، هل ده راجع لايه؟ راجع لان تاخر الجواز بقى، ولان في بعض الاهالي بيقولوا لاولادهم اتلحلحي اتحركي، فالبنت هتتحرك ازاي؟ يعني اللفظ اللي هو اتلحلحي ده يعني المفروض تعمل ايه؟ ده اللي خلاهم جرأة اكتر. فاتلحلحي انت اللفظ ده ايه ده؟ عليها ضغط ان هي لازم بنت خالتك اتجوزت انت لسه قاعده، فبتقعد تديها دافع سنك بقى دافع دافع. مش عارف مين اتجوزت، جارتنا اتجوزت، زي ما انت تقولي اصل قريبتك فلانه اتجوزت. البنت بقى عليها ضغط فظيع من البيت ان هي لازم تخرج تدور على العريس. فبقيتي حتى تلاقي في الافراح في اتحركي وروحي تعالي كده وانتي في الفرح وتعالي علشان ياخدوا بالهم عليكي علشان اللي عندها ابن كده ولا كده. انا عايزه اقول لك ان البنات دلوقتي هي اللي بتروح وبتبادر عشان تسلم على الناس. ما فيش مشاكل اجتماعيه وجميله وحلوه، بس مش وانا بسلم ارمي له نظره كده يعني. انتوا كلكم فاهمين في حياء، الحياء برضو، لان هو الانطباع الاول ده هيفضل عنده، هيفضل هو معلش يعني خليكي عزيزه في نفسك، ما تحاوليش ان انت معنى اصح ان هو هيستغرب برضو. وخلي بالك ان هو لو ارتبط بيكي ما ظنش ان الموضوع هيكمل، لانه هيبقى قلقان، لان الراجل الشرقي شويه بيحب يبقى قائد احيانا. احيانا ده يعني بس هي استثناءات يعني ان البنت تروح تقول لراجل انا معجبه بيك تعالى اتجوزني او تعالى تقدمني. على فكره في حكايه زي دي يا جماعه والموضوع كامل، بس هي يعني اقول لكم بتختلف من شخصيه لشخصيه، يعني ما ينفعش. طب احنا معانا دلوقتي مداخله من اسماء. اسماء ايوه منورانا، ازيك؟ عامله ايه؟ ايه رايك في موضوع حلقتنا عن المعاكسات؟ تمام. ايه اخبارك مع المعاكسات؟ في مدرسه وكده نبقى مروحين من الدروس وكده وكنا بنتعاكس واحسن بهدف والله. يعني قولي لنا اغرب معاكسه ايه يا اسماء؟ يعني بنبقى مخطوبين، كنا بنبقى رايحين مخطوبين وكده انتي يعني ده تعرضتي له انتي واصحابك ان انتوا بتبقوا راجعين من الدروس فبتتعاكسوا والكلام ده؟ انتي عندك كام سنه يا اسماء؟ انا 18 سنه. 18 سنه؟ في حد لسه بيقول لك يا اسماء نفسي ابقى الكتاب اللي انتي شايلاه، ولا الموضوع ده بقى قديم قوي؟ انا كده بيقولوا احلى واحده من رجل واحده مش عارفه ايه. انا الصوت معلش اسماء هو الصوت مش واضح قوي، فلو تعرفي تقربي الصوت شويه او تقربي التليفون منك شويه. بنقول لك ايه اغرب معاكسه اتعاكستيها؟ ايه اغرب حاجه سمعتيها في الشارع؟ اغرب حاجه كانت يعني خارج خالص بيقول لي ما تجيبي رقم تليفونك حاجه كده، يعني مشهور عشان الشباب كده يعني بيقول لك ما تجيبي رقم تليفونك وبتاع وكده. ايوه لا لا دي انا عايزه بقى حاجه طريفه كده اسماء، هاتي رقم تليفونك ده هو يعني تلاقيه من كتر داخل على طول من كتر الحاجات اللي بتتقال هي مش هتبقى مش مستوعبه ان هو طلب على طول رقم التليفون. يعني عندك حد من صحابك البنات قبل كده حاول ان هو يعاكس ولاد او حاجه؟ يعني بنبقى برضه كده تلاقي البنت الام طالعه مسكره الشبكه القلم مسكره حاجه واحطها في الورق اللي لا الصوت مش واضح خالص. صعب قوي يا اسماء. طب اسماء ممكن تكلمينا مره تانية تكون الشبكه احسن شويه. ماشي هي يعني 18 سنه يعني
لا 18 سنه. احنا بنرجع تاني لمعاكسات البنات. نكمل كلام اسماء ماشي وبعدين نكمل. هي بتقول لك ان هي بتتعرض رقم تليفونك. رقم تليفونك الموضوع بقى جريء. يعني انت ازاي تطلب من رقم تليفون من واحده، يعني هي ماشيه في الشارع هاتي رقم تليفونك. لا انا كان في معاكسه بقى بجد، بنت شعرها طويل جدا انا شفتها قدامي، ومدرسه ولاد، الولد بكل بجاحه مسك شعرها وقصه. انا دي كانت اغرب معاكسه شفتها. قص شعرها؟ قص شعرها، بيقول لها انت شعرك طويل. انا بصراحه طب انا ليه ليه ازاي يعني؟ ومحدش دافع عنها ولا حد، والبنت على فكره انهارت في العياط. على فكره على فكره انا يعني انا سمعت كذا حاجه شبه دي بتحصل في المترو وبتحصل من ستات. يعني بتحصل من ستات لرجاله ولا؟ لا من ستات لستات. يعني انا قريت كذا حاجه. لا تبقى غلاسه بقى بجد والله. قريت كذا حاجه حصلت مع كذا بنت في المترو، يعني مش ما اعرفش حد بشكل شخصي يعني، بس حاجات بتتحكي انه هي بتبقى في المترو في عربيه سيدات عادي جدا، وبتلاقي حد قصلها شعرها. تلاقي يعني الموضوع مش مفهوم. لا دي مش معاكسات، معلش دي مش معاكسه، دي مضايقات. انا مش فاهمه بصراحه فعلا. لا ازاي حد يسكت على حاجه زي دي اساسا يعني؟ كمان بمناسبه ان سمر اتكلمت في موضوع الستات، لازم كمان بقى في حاجه تانية فعلا، بقى في تحرش من ست لست، من راجل لراجل، فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده ونوعي ولادنا. وبعدين فعلا الموضوع ده راجع لايه؟ راجع لقله التربيه نفسها في البيت، ولا القيم، ولا الدين، ولا عوامل كتير قوي. والمفروض ان مثلا لو انا ربيت في البيت في عوامل تانية بره. متابعه البيت عموما، متابعه البيت هو لازم ان انا بغرس فيه. البيت يا جماعه هو المسؤول الاول والاخير عن تكوين شخصيه الطفل من هو صغير لحد ما هيبقى راجل كبير او تبقى ست كبيره. اوكي بس البيت. يا سمر انت بتقولي البيت، انا دلوقتي ربيت هيطلع بره مع اصحابه وهو واقف، مثلا انتوا عارفين سن المعاكسه من سن 11 اللي فيما فوق بقى سن المراهقه، ده هو واقف مع اصدقائه يبتدوا بهزار، بيدخلوا عليه كهزار. اثبت لنا بقى ان انت هتوقع البنت دي، ان انت هتكلمها، هتجيب رقم تليفونها، هتبص لك، يبتدي يعمل حاجات علشان يثبت لاصدقائه ان هو راجل. انت كده ما هو احنا بنقول البيت ليه يا ولاء؟ بصي لانه البيت حتى لو الولد اتعرض لموقف زي اللي انت بتحكيه ده، رهان بينه وبين صحابه، تحدي، بيسخنوه ان هو يعمل اي حاجه غلط، مش بس في المعاكسات، في اي حاجه عموما. البيت برضو هو العامل الاساسي، لان انت لو زارع جوه ابنك مبادئ وقيم ليها علاقه بالاخلاق وبالدين، حتى لو اتحط في مليون موقف زي ده هيعرف دايما يرجع للصح دايما. ولو يعني فلت منه تصرف غلط كنزوه، تجربه، فضول، برضو هيلاقي دايما اللي أصلاً بيرجعه. بس انت عارفه بقى بمناسبه البيت، في بعض اولياء الامور بالذات الاب مع ابنه يبتدي كده ان هو يقول له ايه، شايف البنت الحلوه دي، قول لطنط ايه الجمال ده. انت هو صغير، طب ايه قول لطنط ايه الجمال ده؟ انت بتربي متحرش صغير، طنط مزه جدا. فتلاقي طفل صغير بجد، طفل صغير قوي بيقول لك ايه مزه. طب ايه مزه دلوقتي؟ اطفال صغيرين. بعد كده هو خلاص خد على كده، هو الاب بيحاول ان هو يكسر الحديه وعايز يصاحب ابنه. انت صاحب ابنك بطريقه تانية. لا لا هو مش بيكسر الحديه، هو عاوز يعاكس مع ابنه، هو عايز او بيستخدم ابنه علشان يعاكس. بجد والله بيستخدمه، يعني بتستخدم ابنك علشان تعاكس. بالظبط. راجل حنين حلوه قوي. قولي طنط مش عارف ايه. فيعني مش كده يا جماعه، انتوا بتربوا اجيال من المتحرشين ما شاء الله. ده سيبك من كده، ده فعلا ساعات بيثبت لباباه ان هو فعلا بيكلم البنت دي، او بابا بيبقى مبسوط جدا بيه، فخور. مش كون ان انت عندك ولد فده عادي، انت راجل اعمل اللي انت عايزه. طب ونيجي بعد كده البنت، لا ما تعمليش اللي انت عايزاه. بس دلوقتي الموضوع برده بقى مختلف، البنت بتيجي تحكي لمامتها وتقول انا الولد الجميل ده انا عاكسته، ده عاجبني. طيب ده انا قعدت مع اصحابي. احنا معانا مداخله من دكتور سيد زهران، كاتب ادب نفسي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليك وعلى كل السلامة. منورنا حضرتك، اهلا وسهلا. دكتور احنا عاوزين نعرف من حضرتك ايه هي اسباب المعاكسات، يعني من وجهة نظرك ايه ممكن يكون سبب للمعاكسة؟ الاول كده بحيي الست المصرية، يعني الست العالمية طبعا، والست المصرية خاصة بالعيد العالمي للمرأة النهاردة. النهاردة فعلا يوم العالمي. كل سنة وهي طيبة. وانت بألف خير. معايا؟ ايوه مع حضرتك، اتفضل يا فندم.
هو انا شايف من تحليلي البسيط خلال الفتره اللي فاتت ان الموضوع بدا من 2005 هو وبدا يزداد ايقاعه مع مرور الوقت تمام. لحد ما وصلنا للحظه قيام الثوره، وساعتها المجتمع دخل في حاله سيوله. دور الدوله تراجع شويه، لان الدوله في وقتها كانت بتدافع عن نفسها، فالرقابه يمكن رفعت شويه، الفوضى بقت موجوده في كل حاجه، حصل انفلات في كل حاجه على المستوى الفني على الادبي. صح. وطبعا انا بحط المستوى الادبي والفني عشان خاطر هم يمكن دول اللي بيوصلوا كل بيت، فبدانا نشوف الدراما بعض الالفاظ كانت كنا بنستعملها في البدايه، وبعد كده بدانا نتعود عليها وبدات لغتنا اليوميه. اعتقد ان ده نزع الحياه شويه منا، ده حقيقي. وصلنا للليجل او المستوى رقم اثنين الوضع الاقتصادي. طبعا لازم لا نفضله، يعني حته ان يبقى في حد مش قادر يتزوج او الى اخره، فطبعا ده خلى يحصل برضه قدر من الانفلات في الموضوع ده. حتى كمان دور غياب القدوه وغياب الجهه الرقابيه في البيت، الاب والام دلوقتي بقوا مكلفين جدا اقتصاديا، عمالين يشتغلوا طول النهار بره، مظبوط، طويله جدا لوحدهم، عروض ماليه اليوتيوب والسوشيال ميديا الى اخره، فبيحصل عندهم نوع من التشكل كده للوعي التشكل العشوائي، فده لازم يفرض نتيجه عشوائيه طبعا. طب الوقت يا دكتور حضرتك بتقول غياب الام والاب، ما هم بيبقوا ساعات مضطرين ان هم لازم ينزلوا، وهم ربوا وزرعوا قيم معينه وبيحكوا له بقى قصص وربوه تربيه دينيه وكل حاجه عملوها. طب هم دلوقتي حتى لو هي قاعده في البيت دلوقتي، الموبايلات نفسها انت مش هتقدر ان انت تبص في الموبايل ابنك فاتح ايه، هم عندهم سرعه غير طبيعيه ان هو ممكن يقلب خالص اللي هو كان بيتفرج عليه. تمام. بصي انا مش بقول لك ان ده سبب ميجور او حاجه رئيسيه، طبعا انا بحاول اوصل لك ان ده جزء صغير من المشكله، لان الاب والام عمرهم ما هيكونوا مع الابن ال 24 ساعه بالظبط. صح. 24 ساعات في اليوم ما بقى ليهم اساليب كتير جدا. صح. ايوه طبعا طبعا احنا لازم ما نقدرش نغفل حاجه مهمه جدا في مصر، وهي صمت الهوية. احنا دلوقتي بقينا عايشين في سنه مفتوحه، الحضارات الثانيه كلها داخله لنا، نقدر نبص هما بيعملوا ايه، فبقى في صراعات ما بين حضرتنا وحضرتهم. المشكله ان احنا غايب عندنا دلوقتي حته الكوادر والكتائب اللي ممكن تدافع عن ثقافتنا، لان اقل تصريح اللي انا طب احنا اسفين، هو الصوت بيقطع شويه عند حضرتك، لو بس ممكن تقف في مكان فيه شبكه او حاجه، لان الصوت مش واضح. ايوه كده واضح تمام. احنا كنا عاوزين كمان نسال حضرتك على حاجه، يعني هي من الظواهر اللي لسه كنا بنقول ان هي ظواهر غريبه ومستجده علينا، معاكسات الستات للرجاله. ايه اسبابها؟ ايه وهل هي مقبوله اصلا ولا لا؟ يعني هنرجع، انا هبدا كلامي في النقطه الاخيره دي بعباره بس صغيره جدا، اللي هي يعني هو كان حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كل ما فيه حياء خير، اي حاجه فيها حياء كل اللي بيدور في كلاكها خير. انا مش هبعد شويه عن الكلام اللي انا قلته من شويه، البنت دلوقتي لما اي حد في الغرب او اي حد عايز يهز اي امه بيستهدف بتاعها. طبعا الناس اللي ركزت معانا من بره في الفتره الاخيره دي ان هم يدعوا طول الوقت لافكار غريبه جدا على مجتمعاتنا، فربطناهم شويه يعني خلت الهند المؤثر، الحاجات دي كلها بدات تتراجع، الحاجات دي كلها خلت احنا كنا مستغربين الكلام ده في وقتها، لكن دلوقتي احنا نستخدمه عشان في المغرب في تهريج وفي سخريه، خلى الموضوع الناس تفكر فيه، فده اللي وصلنا ليه اللي احنا موجود. وهو للاسف يا دكتور زي ما حضرتك قلت انه
اي حد عاوز يهد امه بيستهدف نسائها فعلا. نسائها. فاحنا دلوقتي البنات اللي بنشوفهم صغيرين وبيعاكسوا، ما بقاش في حياء، ما بقاش يعني، كانت البنت بتبقى مستاءه من ده، فلما بتيجي تربي الطفل على انه يبقى راجل فبتمنعه عن ده، دلوقتي هي نفسها بتعمل هتشجعه. الفعل ده فهتشجعه على ده، واحنا كده يعني الدنيا بتبوظ جدا مننا. دكتور سيد احنا يعني حضرتك نورتنا بالمكالمه دي وشرفتنا جدا، متشكرين جدا لحضرتك على المكالمة دي. احنا هنطلع فاصل وهنرجع تاني نكمل كلامنا عن المعاكسات، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين موضوع حلقتنا النهارده في اتنين ستات، وموضوعنا النهارده زي ما احنا عارفين عن ستات ورجاله المعاكسات. احنا برنامجنا احنا اتنين ستات بس احنا النهارده هنتكلم عن الستات والرجاله. تعالوا لي بقى كده يا ستات، زي ما انت بتتضايقي قوي من معاكسه الراجل ليكي، بلاش ان انت كمان تبتدي ان انت تعاكسيه وتقولي انا بحاول ان انا اجيب عريس، بحاول ان انا اتعرف على ناس عشان ماما بتقول لي اتحركي وتلحلحي. الكلام ده كله بصي انت يعني بصي كده حواليكي، هل كم علاقه من اللي ابتدت ان البنت هي اللي ابدت اعجابها؟ بصي الاعجاب حاجه والمعاكسه حاجه، احنا ممكن نمسك الحته دي. الاعجاب انا ممكن ابين للشخص اللي قدامي ان انا مهتميه بيك عن اللي حواليك شويه، فابتدى يبدرك المشاعر هو اللي هيجي يتكلم، لكن انت تروحي تقتحميه ممكن يجرحك، ممكن ومشاعرك انت حاجه غير الولد خالص. الولد لو هو اللي بادر بالبنت وعرض عليها ان هو مثلا عايز يتقدم لها او عايز يتعرف عليها علشان بعد كده مشروع جواز، طبعا احنا مش بنقول ان احنا نتعرف على بعض عادي يعني مثلا في محيط الشغل او العمل بتاعنا، هو مشاعره هيقدر يتحكم فيها، لكن البنت بطبيعتها مشاعرها 90% اصلا، فهيغير الاحراج. الرفض الرفض تاثيره على الراجل غير تاثيره عليك انت، يعني انت لما تترفضي حاجه وهو لما يترفض حاجه، هو متعودين تقريبا يترفضوا الرجاله يعني، بيترفضوا اغلب الوقت. انتوا نحستوا من الموضوع ده بالظبط. فيعني احنا عايزين برضو نعرف تجاربكم مع المعاكسات، عاكستي اتعاكستي، انت بتتعاكس ولا بتعاكس؟ عشان كده احنا مستنيين مداخلاتكم على الارقام اللي ظاهره دلوقتي على الشاشه. احكوا لنا تجاربكم يا جماعه وشاركونا كده وقولوا لنا، عايزين بنت جريئه يعني. يا جماعه تقول لنا هي ايه اللي بيخليها او ايه الدافع انها تعاكس. بس هقول لك على حاجه، انت كنت بتقولي الفرق بين المعاكسه وبين والاعجاب. الاعجاب. الاعجاب زي ما انت قلتي ان انت تعبري عن اعجابك بشخص ما بطريقه بيبقى فيها انوثه وبيبقى فيها حياء برضو على فكره، ممكن اجيب له شوكولاتايه مثلا شوكولاته يعني وما جبتش لبقيه زمايلي زمان في المدرسه. زمان لما كنا في المدرسه، لما كنا بقى يعني في ابتدائي بقى كده وبتاع، لما كنا بنعجب بقى في ولد وكده بديله ساندوتش من عندي عشان حسسه قد ايه لا معلش انا كنت بعمل حاجه تانية يا جماعه، اعمله الواجب. لا 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 ببدل السندوتشات، انا اديله ساندوتشي وانا بقيت اليوم جعانه، انت خد المربى وانا اخد الجبنه يعني كده ما ينفعش. لا انا كنت بضحي بساندوتش لانشون عشان دي حاجات مضحيه جدا على فكره. لحد الكليه، لحد الكليه بقى، بس مش انا يعني، لا عشان انا ما كانش ليا في المذاكره اصلا، بس لحد الكليه البنات بتعمل ايه بقى؟ تعمل له اي اساينمنت مثلا ولا اي حاجه المفروض ان هي تتعمل، تساعده في البروجكت بتاعه، تكتب له المحاضره، تكلمه في التليفون تقول له ما جيتش النهارده ليه؟ ما جيتش النهارده ليه؟ كلها والله حاجات لطيفه، اساليب حلوه فيها اهتمام، فيها حياء. برافو عليكي، شوفي انت قلتي ايه، فيها اهتمام، يعني بتبيني اهتمامك بالشخص ده، لكن ان انا اعاكسه واضحك في وشه او ان لا بقى في بنات دلوقتي المعاكسات بتبقى اللي هو ايه عسل، ايه جميل، لا 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 دي دي وقاحه قوي يعني ما ينفعش. والمرعب اكتر ان هي بتحصل من بنات صغيرين وعينيهم كمان بتبص للولد بطريقه بجد، لو انت تقولي ايه ده يعني انت ازاي عندك الجرأه دي، في حياء من الاخر يعني. يا جماعه البنت لازم زي ما الدكتور قال لنا لما كنا بنتكلم، احنا لازم يبقى عندنا حياء ولازم تبقي عزيزه في نفسك، تعززي نفسك علشان بجد هو الانطباع الاول معاه هيفضل موجود عنده. بالظبط، ومش الانطباع الاول بس، فكره انه حتى لو انت مش بتعاكسيه بهدف ان انتوا ترتبطوا، يعني حتى لو انت ما بتعاكسيهوش وما بيعاكسوش ولا بهدف الارتباط، يعني البنت بتعاكس في الشارع، البنات اللي بشوفهم بيعملوا كده سنهم صغير جدا مبدئيا،
يعني سنهم ممكن يتراوح بجد بين 12 من 12 سنه مثلا لحد وانتي طالعه على 17 18، بس بمعاكستهم مش بهدف الاعجاب، هما مش سمر. بيبينوا اعجابهم ده، هما بيعكسوا اللي هو ماشي مثلا معدي، ايه عسل، ايه سكر، لا 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 مش ده عارف ايه، فاكره يا شبه كده. سمر اللي هي بتضايقنا احنا كستات، برافو احنا عليكي. بنعملها ازاي يعني، بيجيلك قلب تقوليها ازاي؟ طيب انت يعني فاكره زمان احنا واحنا صغيرين كنا نبقى قاعدين مجموعه بنات وبندي اعجابنا لو في واحد دخل ما بيننا وما بين بعض، لكن دلوقتي ما بقاش الموضوع كده، هم جماعه. ويا سلام بقى لو انت قاعد لوحدك اتفرج بقى. بس على فكره الحركه دي حلوه في يعني حاجه، بس مش بشجع عليها، ان احنا بنحسسك انت بتعمل ايه لا لا، لو هو ده في ما ولد بيحسسوش، ما اعتقدش ان الموضوع ده يا جماعه بيفرق هيبسطوا. معاكوا يعني. طب بلاش تعملوه عشان ما ينبسطش، احنا مش عايزينه ينبسط. يعني اوكي اعتقد ان الموضوع بيبسط الرجاله يعني، يعني متهيألي ان الموضوع ده بيرضي غرور الراجل، ما اعتقدش ان هو، بصي هو في العموم حياء البنت اكيد اعلى من حياء الراجل، ده طبعا. اكيد. فما اعتقدش ان تاثير المعاكسه هو هو على الراجل زي ما هو على الست يعني، متهيألي لا، ده ممكن يرضي غروره كده وحاسسه ان هو بقى يعني جان بقى وبتاع وكده، لكن مش هيتكسف، ما اعتقدش ان هو هيتكسف يعني، ممكن يرتبك شويه، لكن كسوف لا واحراج زي انا ما بيحصل بقول للبنت لا اكيد انه لا يعني. هيبدلها الموضوع، وممكن على فكرة فعلا يتعرفوا على بعض ويكلمك، بس برضو هتبقى الفترة صدقيني اللي هو كمجرد ان هو تعارف معاكي، وبعد كده هيبتدي لما هينقي. احنا مش هنبقى راجعين. اوكي، بس ده لو انت في مجال شغلك وهو زي ما قلت لك كده حصل منه ان هو اعجاب، هو اللي ابتدى، ما ينفعش البنت هي اللي تبدي اعجابها. لا ده ولو في حاجات تانية بتحصل يا ولية بقى، انه تلاقي مثلا ولد قاعد في كافيه شلة بنات قاعدين اوكي عاجبهم، فتلاقي واحدة صورته وشارت مثلا الصورة على الفيسبوك او حاجة. يا جماعة ده لما بيحصل، لما بيحصل من ولد لبنات احنا بنشور جدا طبعا وبنقول ازاي والخصوصية ومش عارف ايه، وازاي يصور واحدة من غير ما تاخد بالها. على فكرة الخصوصية بتسري على الراجل زي ما بتسري على الست، يعني المفروض ان انت لا تصوري حد وهو قاعد، مش معنى ان هو راجل هو برضو مباح ان انت تصوريه وتنزلي صورته وبتاع، مفيش الكلام ده يا جماعه، ما ينفعش وما يصحش. وفين اخلاقنا يعني؟ احنا كبنات زي ما كنا بنتكلم مع دكتور سيد، احنا بنستاء من ده، فطول ما احنا بنستاء من الحاجات الغلط هنفضل نقاوم ولادنا ونوجههم ونربيهم على انهم ما يعملوش الغلط. طب لو احنا بقى استبحنا الغلط ده، والغلط ده بقى بالنسبه لنا عادي وبقى اسلوب حياتنا اصلا، هنربي اجيال عامله ازاي؟ تعرفي يا سمر في كمان حاجة أنا ملاحظاها قوي، الواحد بيبقى قاعد في مجتمع هما بيبقوا عندهم الراجل المتجوز أو المرتبط هو ده اللي أكن عليه سكر، إن هو ده مميز، لكن الراجل اللي مش مرتبط ده يعني لا، ده ما هو محدش مش علشان عليه طلب. متاح يعني، عشان متاح. لا هو مش عليه الطلب، أكيد المتجوز أو المرتبط هو فيه ميزة أكتر. فأنا مش فاهمة إيه الفكرة، إن بجد لازم إن إحنا نقتحم الراجل المتجوز، أو إن إحنا، أنا بتكلم معاكم في كلام الواحد بيشوفه فعلا وبقى منتشر قوي، وعايز أعرف إيه السبب إنه. طيب إحنا هنحاول نفهم الكلام ده من دكتور شريهان دسوقي، مدربة الإتيكيت المعاصر. مساء الفل دكتور شريهان، عليكم احنا اتنين ستات في الدنيا، منورانا. انتي اللي اجمل يا دكتور، عامله ايه؟ بنوركم. انا بخير والله الحمد لله، ومبسوطه جدا جدا من اختيار موضوع النهارده، لانه فعلا مع الاسف انتشر جدا الفتره دي. بالظبط. طب انا عايزه اعرف أيوة. منك كده سؤال بقى، ازاي الراجل عايز يبدي اعجابه بواحده، ازاي يبديه بطريقه فيها شياكه، بما اننا معانا دكتور الاتيكيت كله، من غير ما يجرح حياتها؟ طيب هو عامة لو احنا بدأنا قلنا ان الاتيكيت هو فن التعامل بشياكة، يعني انا عشان الفت نظر مثلا انسان عاجبني لازم الاول انا اكون يعني بتعامل بنوع من الرقي والشياكة، لان ده بيضفي اصلا على الرجل نوع من يعني عارفة الجاذبية طبعا، فبتلاقيها تلقائيا بتنجذب بيه. تاني حاجة طبعا طريقة الكلام، يعني انا لو معجب بيها، في بقى حاجة كان اهاليها بيعملوها زمان ولعلمك هي كانت في منتهى الاتيكيت، وهي ان هو ممكن يبقى فيه وسيط، عارفه كان بيدخل وسيط بين الطرفين، يعني شخص مثلا هي بترتاح لي او واحده مقربه ليها تقول لها مثلا انا حاسه ان الشخص ده معجب بيكي، فبالتالي بتلفت نظرها ليه. شوفي الطريقه يعني مختلفه تماما عن اللي احنا بنقوله، الطريقه مباشره تماما، فممكن هي بالتالي تبدا تلفت نظرها ليه، بتبدا تشوفه، فهو بقى هيبدا يلفت نظرها
بطريقه تانية خالص بقى، طب لو ما فيش وسيط يا طريقه دكتور، كلامه باهتمامه. لو ما فيش لو ما وسيط، فيش وسيط بقى مثلا ممكن لو ما هي بصي حسب هو المكان فين، المكان هل هو متعرضه مثلا في اطار العائله، هل هي صديقه في العمل، هل هي مثلا صديقه مثلا من الشله، اصل مش هيقعد بواحده مثلا شخص طب بمناسبة ان كان في فيلم دلوقتي اللي هو كان بيقولوا ايه، واحد صاحبي ما تعرفوش من فكرة اسم الفيلم البحث عن قوي، فضيحة، البحث عن فضيحة، كان هو معجب بزميلته في النادي، هو مش عارف يتعرف عليها، كان بيرمي نفسه قدام العربية. طب دلوقتي هو فعلا واحد بيشوف واحدة كتير جدا بس عايز يتعرف عليها، يعمل ايه؟ يرمي نفسه قدام العربية ويبقى ده اتيكيت ولا يعمل ايه؟ شهيد الحب والغرام. انتي فكرتينا فعلا بالفيلم القديم بتاع عادل امام، البحث عن فضيحة. لما كان عايز يلفت نظر البنت فعلا اللي بيحبها، وكان فيلم كوميدي جدا. بس طبعا هو دلوقتي ده اوفر، يعني دلوقتي طبعا مبقاش فيه الحاجات دي خالص. في طبعا طرق تانية، اي مثلا ممكن بطريقه مثلا هو عارف ان عادل امام بتيجي فيه النادي، فهو بيبقى منتظرها مثلا قريب من المكان اللي هي بتبقى تتواجد فيه، طريقه نظرته ليها. ممكن مثلا وهي بتشتري اي حاجه من النادي يقف مثلا جنبها بطريقه رشيق جدا، ويقول لها اتفضلي يا حبيبتي، طبعا اسلوب الجنسي الاول. تدريجيا بتبدا هي خلاص تشوفه، شياكه في التعامل طبعا. طبعا. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك، بتبقى جاذبيه. عاوزين نعرف من حضرتك، لو واحده معجبه هي بواحد وحابه بقى ان هي تلفت نظره بس بشكل لطيف وشيك ومتبعه بقى، يعني يبقى في فريم الاتيكات والجمال ده، فممكن تعمل ايه علشان توصل لده او عشان تلفت نظره؟ بصي طبعا هي بالنسبه للمراه بتكون طبعا صعبه شويه، لان انت زي ما قلنا لازم يكون في خجل في البدايه، ما ينفعش ان انا اندفع او لان في شخص مثلا انا معجبه بيه وابدا ان انا ابادر، الا ما اعرف الاول هل هو اصلا ممكن يكون مرتبط، صح، أي هل انا من السايد بتاعي مش اللي هو محبب ليه، فلازم الاول اعرف مثلا برضه من حد مقرب ليه ايه هو، يعني مثلا مش مرتبط، السايد بتاعي قريب من اللي هو بيحبه، وببدا ان انا الفت نظره برضه عن بطريقه كلامي، طريقه نظراتي، عارفه الطريقه بتسمى حاجه، وفي حياء ورقي طبعا، عارفه يلفت نظره اكتر، الاهتمام، ممكن تبادر انها تهتم بيه فيبتدي يحس انها معجبه بيه. طبعا. وبعدين على فكره دلوقتي بقى يعني الناس كتير بقى في ذكاء اجتماعي اصلا طبعا عالي جدا، بالزبط. يعني الشاب دلوقتي من نظره بنت بيفهم، يقدر يعرف اذا كانت معجبه بيه ولا لا. طب راي حضرتك، ممكن ده بقى يكون ليه تأثير سلبي بعد كده لو هم دخلوا في علاقة أو ارتبطوا، ده ممكن يكون ليه تأثير سلبي على علاقتهم، فكرة إن هي اللي بدرت بده، بدرت بإبداء إعجابها بيه أو كده، ولا الرجالة بقوا بيتفهموا الموضوع؟ بصي هو حسب الشخص، يعني في شخص بيبقى عنده أخلاقه عالية جدا، بعد ما بيرتبطوا مثلا وهي فعلا اللي بدرت الأول وبقى حصل أي خلاف، مش بيقعد مثلا يقول لها لا ده أنت اللي جريتي ورايا، أنت اللي كنت معجبة بيا، أنت وأنت. في ناس تانية لا بتبقى مثلا لا اوفر شوية، بيبقى صعب في التعامل، ممكن فعلا ان هو يحرجها. فلازم عشان كده البنت تحبط وتختار هل الشخص ده يستحق فعلا ان انا ابادر الاول باعجابي ليه واظهره قدامه ولا لا. فلازم برضه تخلي بالها جدا من اختيار الشخص المناسب ليها. مظبوط، ان يعني هو يقدر ان تختار شخص يكون فعلا هيقدر يستوعب ده، عقليته تقدر تستوعب ده. دكتور شريهان، احنا مبسوطين جدا بمداخله حضرتك، بنشكرك جدا جدا. دكتور شريهان دسوقي، مدربه الاتيكيت المعاصر، زي ما الدكتور قالت يا ولاء، يعني زي ما كنا بنقول انه لازم يكون في حياء وشياكه في التعامل. وبصي الجمال ان هو عايز يبادر ان هو اعجابه بالنظره. شوفوا بقى لما يبقى في النادي انت مش عارفها، بلاش ترمي نفسك قدام العربيه. بمناسبة ان هو ممكن كمان دلوقتي يحاول ان هو اللي يخبطها بالعربية، يعني فده لو مش شهيدة الله يرحمك، كنت امورة قوي، كنت مزدة جدا، كنت عجباني، المرحومة كانت حلوة قوي. وبيقابل الموضوع ده بمنتهى البرود، ابتسامة باردة، سمجة غير في سماجة في الموضوع، تحس ان هو سامج، كنت هقتلك. انا مش فاهمه ده يعني، ده تعبير عن الحب والاعجاب؟ طيب مش فاهمه. لا هو عادي جدا، يعني هو فارمل وخلاص، اوكي انا اسف، علشان يحسسك بعد كده باهتمامه لما يجي يزورك في المستشفى وانت مدغدغه ومكسره، فاللي هو يحسسك بعد كده بالاهتمام وان هو اشفق عليكي وارتبط بيكي وانت مدغدغه. بس نرجع فعلا بقى لكلام دكتور شريهان، انت معجب بواحده، في اسلوب تعامل انت بتبين لها بمنتهى الشياكه، بالزبط. اتفضلي، يعني حتى اقول لك ايه، يعني برضو الاهتمام، هو
هو عن طريق اهتمامك هو هيبان قوي. ده اللي المفروض من الاثنين راجل او ست. المعاكسات مش هتوديك لمكان. هي ممكن تشمئز منك لما اصلا لما تبقى واحده ماشيه في الشارع فتقول لها ايه جميل ايه قمر ايه او الكلام التاني اللي احنا عارفينه ده مش هيوصلك لاي سكه. ده مش هيخليها تجري عليك وتحس ان انت احسن راجل في الدنيا. بعدين عارفه ولو انت ست كمان ده برضو مش هيخليكي مش هيحليكي في عينه او هيوصلك لاي مكان. يعني انتوا عارفين كمان هو انا ليه تجبرني ان انا لازم انا رايحه المكان ده البس لبس معين وانا رايحه المكان التاني البس لبس معين. يعني هل ده احنا مش عايزين نبقى طبقيين ولا حاجه؟ هو فكره المكان لكل مقال يعني لكل مقال لكل مقام مقال لكل مقام المقال يعني لا بس في ده انا عايز له حلقه ثانيه نتكلم فيها بقى بالتفصيل عن اختيارنا للملابس المناسبه للمكان وللمناسبه الاجتماعيه. احنا نتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده وتكونوا وصلت لكم وجهه النظر. يعني هنقول لكم مع السلامه دلوقتي وهنستناكم في حلقه جديده. بسرعه ليه كده؟ بسرعه للاسف. هنستناكم في حلقه جديده من اتنين ستات. باي باي, باي, باي.